ماكسيميليانو أليجري قلل من أهمية هذه المشكلة وقال لك خلاص وانتهت جدا. لكن مقطوعة تعود في منتصف الملعب، انطلاقة من يابز، انطلاقة من يابز ويلعبها داخل منطقة جزاء. روبينيو هيستلم، مرت الكرة الميرون وبولزيتي، ويبقى ريفاس صاحب المهام الهجومية الخطيرة جدا من الجانب الأيمن، بناء الهجمات وميلان لا يفرط في هذه الهدايا وفي هذه الأخطاء، بيستغلها أفضل استغلال. سريع، فيها محاولات على المرمى، الدفاع، دفاع الميلان ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة. نيستا ويابز قلبي الدفاع في هذه المباراة، عليهم في ضغط، في ضغط الآن. وللمرة الثانية تهيأ له فرص كثيرة لكنه لم يسجل أربع أهداف. باري هو باريتو البرازيلي، لكن الأكثر تأثير باريتو إلى دوناتي وتمريرة الفارز، ونيستا يستلم أيضا باريتو في نفس المكان في نفس الثغرة ويسجل هدف آخر. يعود باري، لكن يعود إمتى؟ ثلاث دقائق.